تقول والدة الناشط المصري المعتقل في مصر علاء عبد الفتاح إنها لا تعرف فيما إذا كان نجدها لا يزال على قيد الحياة بعد أن زارته في السجن وبقيت خارجه، وذلك ما تشرحه ابنتها. في الوقت الحالي كل ما نعرفه هو أن علاء توقف عن شرب الماء منذ 50 ساعة، لا نعرف أين هو، لا نعرف ما إذا كان على قيد الحياة. انتظرت والدتي يوم أمس خارج بوابات السجن 10 ساعات كي تتلقى رسالتها الأسبوعية من علاء، لكنها لم تحصل عليها. شقيقة علاء كانت أعربت عن ثقتها وأملها في أن يتمكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من إطلاق سراحه خلال مشاركته في قمة المناخ الدولية المنعقدة في شرم الشيخ. سوناك أكد أنه أثار قضية عبد الفتاح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة، فيما أشار مكتبه إلى أنه سيواصل الضغط من أجل إحراز تقدم في هذا السياق. المستشار الألماني أولاف شولتس أكد كذلك أنه أثار قضية علاء عبد الفتاح خلال قمة المناخ. أنا أعرف أن العديد من رؤساء الدول والحكومات الآخرين أثاروا هذه القضية على وجه التحديد. يجب اتخاذ قرار، ويجب أن يكون الإفراج ممكنا كي لا يصل الأمر إلى حد وفاته. تصريحات تشولتس التي أصدرها الثلاثاء تزامنت مع بيان أصدره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. تورك أحث في البيان الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح وتزويده بالعلاج الطبي اللازم، محذرا من أن إضرابه عن الطعام والشراب يعرض حياته لخطر شديد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دخل كذلك على خط القضية وقال إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بالحفاظ على صحة الناشط علاء عبد الفتاح الذي قرر الأحد الماضي الامتناع عن شرب المياه بعد 200 يوم من الإضراب عن الطعام. من جهته أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات متلفزة بمعرض تعليقه على الموضوع أن خوض إضراب الجوع خيار شخصي، مشيرا إلى أنه متأكد من أن إدارة السجون ستقدم لعبد الفتاح الرعاية الصحية اللازمة.